اوكي، هذه تقريبا نهاية الرحلة. الرحلة اللي تقريبا بديتها قبل 6 سنوات، وصراحة للحين ماني مصدق كيف يعني مرت بسرعة، بس ما توقعتها تكون بهذا الشكل يعني، لأن اللي كنت أعرفه أن التجربة هذه أبغاها تجربة ما أنساها وأخليها ذكريات مرة رهيبة. فالحين بعد كل السنوات هذيك اللي عشتها كلها هنا، أقدر أقول لكم أن اليوم هو آخر يوم لي هنا في أمريكا. تعال. بكل بساطة طبعاً أنا هنا في أمريكا عشان جاي أدرس وأخذ شهادة والأشياء هذه، وشيء كنت متأكد منه أن التجربة هذه كنت أبغى أستمتع فيها بشكل مو طبيعي، حاول أصنع أفضل الذكريات اللي أقدر عليها. وطبعاً بعد 6 سنوات من العيشة هنا في أمريكا وفي مدينة الخايسة هذه كولومبيا، قدرت أسوي أشياء كثير يعني. الرحلة كانت مرة رهيبة، بداية من 1,000,000 مشترك في اليوتيوب والذكريات اللي سويناها مع بعض، وسياراتي هذه أغلبها اللي شريتها عشان المحتوى والأشياء هذه، وبرضو بيتنا هذا اللي ورا اللي سوينا فيه أشياء كثير. أثثنا البيت ببلاش، جبنا عنز يسكن معنا هنا في البيت، تجمعات العيال اللي دائما تكون فيه، هاي جارنا آخر مرة أشوف الجار ذا. سلام عليكم. طيب اللي بيسأل ليش الرحلة بتنتهي، لأن خلاص طبعا تخرجت من زمان، متخرج صار لي 3 أشهر الحين، ومرة انبسطت في التخرج والأشياء اللي صارت فيه. والفترة الأخيرة كنت جالس هنا بس عشان المحتوى، عشان أصور في اليوتيوب والأشياء هذه، وعندي كذا أفكار يعني لسه ما خلصتها، فعشان كذا جلست هنا قاعد أصور نزل مقاطع والأشياء هذه، والحين تقريبا خلصت كل شيء عندي. فيا هذه نهاية الرحلة، لازم نستمتع، لازم ننبسط، ما نبغى الوضع يكون حزين. أنا آخر يوم لي، متحمس مرة للرجعة ترى، فودي استمتع، ودي انبسط باليوم، نبي نسوي أشياء مرة كثير، نبي نخليه يوم ما أنساه. ف ليتس جو. يلا البرج السعودية ما عندي أطقم، إيش السالفة؟ أنت عاوز ملابس؟ طب خد ستايلات رهيبة ملهاش مثيل. مستحيل، الستايلات هذه كلها لي، من فين جبتها؟ كل ده من شيئين، ستايلات صاروخ، قميص أسود كاليفورنيا ويست كوست، قميص بني مع باك برينت، طب خد قميص سباقات. طيب زي ما تشوفون طقمنا على السريع، وستايلات اللي ارسلوها لي شيئين مره جامده. القماش خفيف وصراحه مره مريح انك تلبسه، والديزاينات اللي عندهم كثير يعني بخيارات مره كثير، فلازم تشيكونهم. اوكي طب خد شوزات تكشخ فيها، عندنا هنا برضو الشوز الثاني الاسود، وعندنا الشوز هذا برضو الابيض، ان شاء الله راح البسه كثير وزي كذا. فاللي ما عنده شوزات برضو في شوزات، وفي برضو اكسسوارات، فعندكم ساعات، عندكم نظارات، عندكم تقريبا كل شيء موجود في شيئين. في شيء مهم الحين لازم تعرفونه. اوف اللي هو ايش الاطقم الجامده هذه، ما لك ابو اليوم يلا خليني ابيعها لك، ولا تدري شيك شين؟ والله على الأطقم هذه الجامدة أكيد غالية. هذه غالية ولا؟ طب خد كود AAZ خصم 15%، اشتري وانبسط بالكود ده. AAZ هذا الكود الخصم حقي، فاستخدموه ودلعوا نفسكم بالأطجم وبالأشياء هذه. كيف؟ يعطيكم العافية شين. طب خد وما تقولش ما دلعناك. الزبدة جاي المحل هذا اللي هو الحلاق، بنحلق عنده آخر تحليقة هنا في المدينة دي، وطبعاً توه ناقل هنا مكان جديد وزي كذا، العادة إنه كان عنده محل خاص فيه، فبنخش نحلق عنده هنا في مكان جديد. تولي الكلام ده أحسن من صلاتنا ذولي، صلاتهم جامدة. إمجي إيه يا زيقون، واضح إنه زعلان، كان جالس على الكرسي طفشان. طبعاً على طول دخلنا في التحليجة، التحليجة هذه بقاها جامدة. إمجي this is my last haircut please do it for me fix my hair. طبعا لو ترجعون لاول مقطع في القناه، اول مقطع في القناه ترى صورته معاه يعني، كان موجود هو في المقطع. في برضه مره قاعد اطالع المحل حقه، اطالع المحل حقه اصور فيه، مره رهيب، مايكل اسطوره. طبعا اصعب شيء هنا في امريكا انك تحصل حلاق كويس، اوكي، لان هنا غالبا ان الحلاقين يحلقون لك على كيفهم يعني، حرفيا لما تيجي تطلب حلاقه معينه لا ما في. فكويس الحين صار لي 4 سنوات ونص مع ابو ذا مايكل، رهيب، اجلس بس على الكرسي هو يزبط لي يعني في الاخير. ايش في مال نفس اليوم حلقني ولا ايش السالفه؟ ولا عرفت ذيك الحركه اللي خلني اصير قاسي عليه قبل ما يمشي عشان ما اصيح، شكله بيسوي الحركه دي، بس اني قافطه والله قافطه. This haircut will stay for how many days? Month? Two months? More than okay. More than a month. More than a month. More than a month. كيفك؟
حلاقة بتقعد أكثر من شهر كيف عشان ما أشيل هم إني أحلق بعدين. عشان ما أنسى صح عشان ما أنسى. Alright. Have a safe trip. Yeah, you too. You take care of yourself, man. I'll get back to you after how many 10 years? 10 years. Come Saudi, yeah. Okay, yeah, just come to Saudi and بيعطيني هيركت في السعودية إن شاء الله. مع الحلاقة الحياة تصير أفضل. Let's go. ورانا اليوم يوم طويل لازم نستمتع فيه ويكون أفضل يوم في المدينة هذه. طبعا اليوم زي ما قلت لكم راح انبسط فيه واحاول اخليه افضل يوم موجود لي في امريكا. ففي بالي اكثر من مكان كنت دائما اروح له في المقاطع حقتي، واليوم ان شاء الله ناوي نزورها مع بعض. وبعدين بعد ما نخلص الفرة وكل شيء بقابل العيال لاخر مرة واحاول اسلم عليهم قبل ما امشي. بس الحين في شيء مهم في البيت لازم ارجع عشان اسويه. هذا ما ادري لسه يشتغل زي الناس كويس ولا لا، في ناس بيجون يشترونه مني بعد شوي، فلازم نجرب عشان نتاكد انه ما نتفشل. اوه كفر مفقوع، كفر ملسم. والله جامد، والله الشكل ذا مره رهيب، يعني مستحيل تحصل العاده. كرسيين سلامات. اوه شوف هذول هم ولا مين؟ لا يشوفونه طايح. هاي هاي دوين؟ I wrote down this needs to be tightened up and you need to bump the tires. That's all. That's it? Okay. Yeah. Thank you so much. Yeah. ولا السكل حقي راح. خلينا نشوف كم عندنا الحين. 20 40 100 دولار. Let's go. 100 دولار. عندنا بديت البيت على السريع، بوريكم ايش فيه وايش ما فيه، لانه تقريبا اللي بيطلع انا العيال بعدين بيطلعون، ما ادري اذا بيطلعون بعدي على طول بس بيطلعون بعدين. فزي ما تشوفون عندنا هنا المطبخ، الله في كل مكان فيه اغراض، في مطاعم، في تعرفون كيف رمضان والاشياء هذه. بس تدرون ايش الكويس؟ اني انا بسحب، اوكي؟ يعني بكره مسافر والاغراض دي بسحب عليها، ما راح اغسل ولا شيء. فيا بنغسلها كلنا مع بعض ان شاء الله، اوكي؟ طبعا زي ما شفتوا الحين البيت حالته حاله، وللحين يعني مو مجهزين شيء، لان تقريبا اللي بيسافر الحين هو بس انا، والشباب اغلب اللي ساكنين معاي راح يتكون هنا. وتقريبا المره اللي فاتت صرفت كل الاغراض اللي موجوده في الصاله لانها كانت مره كثير ومسويه زحمه، واليوم باقي بس الاغراض اللي موجوده في غرفتي. طيب زي ما تشوفون احنا في الغرفه الحين، ما في انوار، ملابسي في كل مكان، لسه ما جهزت الشنطه، اليوم ان شاء الله في الليل بحاول اجهزها. في نفس الوقت زي ما تشوفون الغرفه لسه فيها اغراضي كامله، يعني مو ما صرفت فيها اشياء، السرير، الملابس، الدولاب والاشياء دي. عشان كذا اليوم قررت اني اعطيها العيال، يعني في بعض العيال بعطيهم دولاب بعطيهم الاشياء دي عشان ما ترمي ولا عشان ما ابيعها، يعني في ناس اتوقع بيستخدمونها افضل. الزبده عند الدرع ذا حق القناه الثانيه تو وصلني، دخلت 100,000 الحمد لله، 120,000 في القناه الثانيه برضه، عند القناه حقت الرئيسيه 100,000، عندنا برضه الدلع المليون، بس دلع المليون واحد سرقه مني فبروح اخذ منه بعدين. طيب كذا جاهزين نوديها للزبون الجديد. وبرضه انا قاعد ادور في البيت شو حصلت، اوكي؟ فلوس، لقيت فلوس. الفترة الأخيرة قاعد ألاحظ إني صرت أطفر بسرعة، فما كنت أدري إن فلوسي مرماة في البيت زي كذا. 1 2 3 4 اوكي 4 معنا بعد 10 دولار كذا 14، اوريدي معنا 114. الله، فاليوم بنحاول نصرفها، لازم نصرفها، شوف ايش بنصرفها عليها اليوم. خلاص يا رجال ان شاء الله خلاص نسوي تيك كذا وين متابعينك؟ عندك قناه؟ عندي قناه والولد عندك قناه، هاي قناه ممتازه. عطنا كلمه حق شو اسمه اول فلوج لي في تنزلوا لايكات، تنزلوا لايكات، باكج يوتيوبر لازم كذا فجروا لايكات اول شيء تبدا فيه. الزبده هذا مونتي، افضل طباخ موجود هنا في المدينه، وما شاء الله عليه دايم ماسك امور العشاء والطبخ والاشياء هذه. فالحين جايين معاه هنا المزرعه عشان نختار الذبيحه اللي بناخذها اليوم، لان بعدين ناوي يسوي لنا عشاء مره جامد. فالمزرعه هذه فيها كل شيء، فيها احصنه، فيها غنام، فيها ما ادري وش. اوه مطلعين الغنام هناك برا، هذا كانه شو اسمه؟ برمت برابط الرموتي، والله يشبه له، والله تشبه برمت برابط الرموتي. طبعا في واحد قد جبته معنا زي كذا، قد سكن معنا في البيت. يا برامج برامج الرموتي لسه عايش. ولوله ايش في رفسني ذا؟ ورع ايش هيك؟ والله رفسني يا برادين، رميتك حبي في زعلي شيء. اضرب اعطيك كف اعطيك كف اعطيك كف. ايه برادين اصدر نفسات كيف؟ منتي طبعا مربح ام المزرعه ذي، ما ياخذ من عندهم الا هو، كذا يجي كل يومين تلقاه صاف هنا ياخذ له. اه شو كذا؟ قاعد تقول تراك خلصت ام العنوز حقتنا، شوف كيف؟ اعطتني تهزي قالت شو اسمه دول خويانك؟ ايه قاعدهم برا وانا وياك ندخل نحوشهم بعدين ندخل خويانك. محبوسين.
محبوب ابو اليوم تعور راسنا والله. تكفش معك. طيب خلاص انت دائم عنده هنا خلاص المفروض مرقد. اوكي خليك جنبي. احنا المفروض نجيبه هنا يا ضي تقفل علي. يا مور ايش امك انت؟ شو تكوخر. انت اللي اصفك. وخر يا ضي بيضرب ابو مراتي. فاهم معهم قبل شيء هناك رفسني بعدين تفل علي. تعرف يوم تيجي بيت الضيوف البزر حقهم ذاك يتفل عليك نفس الوضع ذا. طبعا احنا واقفين هنا بعيد عشان ما نبي نخش مع المناتي لان المناتي تقول قبل شيء بتضربه كانت ما ادري ليش خلص الغنم عليها مسكينه كل شيء يجي ياخذ واحده حبي خلاص خلاص لا تخليني ارفسك. ايه حس I'm not على منتي بينضرب شكله ليه ما تصور فلوق منتي ما شوف قاعد تصور بتنطق صح. طبعا حس دخلنا بالرعدين افضل لاعب عندنا المناطي ماش مو مركز قال فدخلنا بالرعدين عشان يحاول يصيد شيء يلا بالرعدين. ايه هلبم تعال اخش انا تعال خلني اخش خلني اشري عليه اي واحد اي واحد الاسود ذا فرستان هو هذا نفسه اللي كان يتفل علي والله شكله نفسه ها تعال خلنا نتفاهم معك تعال شيله ابو الرعدين يخرب بيتك خلاص سامحه خله قاعد تمشي زي كذا اي هو يمشي كذا صح ربي يودعنا يا ابو تروح تسحبه سميته برانت الموتي ولا شو اسمه ذا؟ مصلح المصلوحي. مصلح المصلوحي؟ ايه معنا مصلح المصلوحي اليوم بيكون مندي ان شاء الله. يلا ليتس جو. زبده احنا هنا في المكان ذا، المكان اللي تشتري منه اغراض قديمه والاشياء ذي، وفي نفس الوقت عندهم ايش؟ حلويات عيد. طيب زي ما تشوفون البراميل ذي، هذه براميل فيها الكنوز، وش الكنوز؟ زي ما تشوفون عندنا حلويات المولات والاشياء ذي، فهنا كل المنطقة ذي كلها حلويات، هذه بالجلياتين خلينا نشوف مصنوع من الخنزير ولا لا، لأن العادة يجيك هذه الأشياء زي كذا تنصنع من الخنزير، فاحنا نبي ايش؟ نبي شيء مصنوع من الخنزير، يا سلام. خلاص هذه نفس الذبة، كل ما يجينا لازم نقول نفس الذبة ذي، يا اخوان ترى مو ما ناخذها احنا، إذا في شيء بالخنزير ما ناخذه. البهاني هذه عيديتي طبعا البهاني يعطيك العافيه باليوم انا ما ادري كم العيال الباقيين هنا في المدينه بس بناخذ اكثر من شنب عشان تكون هديه الشباب كلهم شنبات نشنبها في العيد ول اما مسوي طلع يبيعونه هنا اللي ما ادري انا عندي واحد زي ذا في البيت بس اللي عندي حقيقي اوكي فهذا مسوي له كانه سياره شوف كيف حاطين له كفر وما ادري وش وفله هلا سوري دي سكير يو نو اوكي عرفت ما ضبط المقلب بس اتوقع ان ابو سعود بيكون اضافه كويسه للبيت. اوكي ثانك يو 4755 Do you guys have a discount for someone who's leaving tomorrow? Colombia? No. Colombia. Nice try. come on, please. Okay, a gift, maybe? No gift? الحوار ما ضبطت. كم 47 دولار؟ يلا كويس. أهم شيء عندي والله صراحة الصرصار مرة رهيب. حاولت معهم ما أعطاني. هذه مشكلة مدينتنا هنا كولومبيا. ما حد رهيب. غيري أنا يعني. حيا الله أبو رمد معالي. كاشخ اليوم ها؟ أسعدك الله وأنت بخير يا أبو علي ها لا أحد يدري أوكي بيني وبينك بس العيال بياخذ منه دولارات أنت بس 20 انبسط ها راح أشتري حلويات وانبسط عيش يومك أوكي؟ ظلم واعتدى وتجبر الله أكبر يبلو بعضنا ببعض ولو يشاء لمنهم انتصر يلا 1 2 3 ها
حبايب قلبي والله ما غصبتهم ما غصبتهم سووا كذا بحالهم. يلا يا شباب كل واحد عيديته معاه ها وفقته في اليوتيوب عشان ما حد يقول لي بعدين ما اعطيتني شيء. يلا كل واحد دولار معاه كل واحد دولار معاه. لا 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 حق تبغاله حق تبغاله لازم نعطيها في السياره. ليش عنده واجد؟ ابو علم تهوشنا في السياره. خلينا نعمل كل شيء. سلامة بخير يعطيكم الف عافية. صوري صوري. لا انا جبتك انا مستحيل ابو العود مستحيل مستحيل. يلا خذ صورة ابو العود. يلا هذه اخذها كلها؟ اخذها كلها؟ لا خذها خذها انا ما تشبعني واحدة. شكرا. انت اخذ بلونة معاها بلونة؟ وين البلونات؟ احب البلونات انا. هذه شكرا. الحين طبعا بعد ما خلصنا العيد في شيء كان لازم اني اسويه وصراحه اني مشتاق له من زمان واللي هو اني اروح اخذ لي كافي من المكان اللي كنت دائما اجيه ومتعود اني دائما اخذ منه. طيب زي ما تشوفون عندنا هنا الخريطه، هذه الخريطه الناس اللي زاروا المكان ده. فاحنا وين النجوم حقتنا؟ بنحط نجمه في السعوديه لاني انا جاي من السعوديه. ابو اليومن ليتس جو. اليوم بكون كويس واعطيهم بخشيش لان هنا قاعد يطلبوني بخشيش فاعطيتهم دولار. الناس طبعا تيجي هنا عشان تشرب كوفي، بس العادة اني انا دائما اجي هنا اصور وتلقاني اسوي شيء، زي مثلا اليوم اللي جبت فيه الكلب يشرب كوفي معاي، واليوم اللي جيت فيه بنظارات ابل وقاعد اسوي اشياء ما حد فاهمها، وبرضه بعد يوم جيت مع العيال وهم شايليني على كتوفهم بس عشان اشرب كوفي، فصراحة المكان ذا بيوحشني شوي، بس اهم شيء الحين اني جاي اشرب عندهم كوفي، لانه تو خلص رمضان ومن زمان ما شربت. احسن شيء فيه انه يفتح ليل الليل، يعني المحل الوحيد اللي يفتح لسه 11 الليل، المدينه كامله تقفل بدري، الكوفيات كلها تقفل بدري، فهل الكافي حقهم كويس؟ لا، الحمد لله على النعمه، لكن وشو؟ احسن شيء فيه انه يفتح مره متاخر. اوه يدفعهم مسعود مسعود. الحين بنعطي الشباب عيديتهم، جمعتهم زي كذا وبالترتيب كل واحد بياخذ عيديته. جاهزين؟ يلا. اذا متحمسين قول متحمسين العيدية. متحمسين العيدية. بعطيك اثنين اجل. تفضل. الله الله. المناتي جايبين له شنب. تفضل. ربي شنب. موجود شنبك؟ ايه شنب. احتياط احتياط ممكن تحتاجه. وهذا الشنب يا ابو العبد وقول ما دلعتك. ها. كيف اي اي على البركه. شوف 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 ابو علي كيف. اي 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 مرات الحين كذا تعيد صح. كل واحد اعطيته هديته اتوقع امورنا تمام. يعطيك العافيه. في مشكله عندنا الحين زي ما تشوفون بالمناتي مره زعلان. بنتي غالي. إيه بنته هي القطوه كانت ساكنه معاه. الشباب فتحوا الباب وراحت يتوقع. والله شوف المنات والله لحظه ابويه. شوف كيف شوف كيف لحظه ابويه. منتي ارمي لك هذا الشرف. تفضل ابو سعود. لا يكون مع العيد وشيء زي كذا دخلته معك في القدر. اكرمته. ايه اكرم دسم شواربنا بالبسه حقته. وافي ابو مناتي وافي. شو اسمها هي؟ كوكي كوكي. بسه وين؟ مليون عالمية طلعت ما في شيء. مو موجودة؟ ما في شيء. مو بالغسالة. بسة كوكي وينك؟ اوكي. اوه اللحم هذا مو طبيعي. معقول ام مناتي سواها؟ والله ما ادري يمكن. اوكي يقول ما في شيء. بعد قول قول ابو علي. سوي شيء؟ والله والله ما بعلي ما بعلي. ها شوف حتى ما قاعدين نصور. قاعد تصور؟ لا ما قاعد اسوي. ها خرجتها برا. والله كيف؟ تعالي تعالي وقاعد يسوي. سعود سوي اللي عليك. سعود سعود الو. تعال 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 يا ابو العبد. تعال يا ابو العبد. لا يا عسير تكفى. اي جلب الميدان اول واحد تعرفت عليه في امريكا ابو العبد. صديقي واخوي وحبيبي كل شيء. ابو الرعدي رميتي. هلا. ايه ابو رمت. خلاص خلاص اذكر نتقابل في الطائف. في الطائف. وين في الطائف؟ والله ما اجيك. ما بجيك روح. مراتي يعطيك العافيه على الطبخ على الاهتمام بصحتي. الخير كل هذا من ابو مراتي طبخاته. شكرا خير يا مراتي. ما ادري في باقي معي 20 دولار من ياخذها؟ اقدم واحد. ايه ولد 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 بينكم تقسمونها بينكم. هذه 20 تقسمونها بينكم كل واحد ياخذ كافي ياخذ له شيء عشان ما يقولون ما دلعتهم. تعالوا كذا اساس انه مره نحب بعض وكذا من زمان مع بعض. لا 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 الصوره صمموا. اوكي نبي تصميم.
انتبهوا لنفسكم اوكي؟ صح اني بروح وزي كذا بس ما نبي احد يزعل، ابيكم اقوى من قبل اوكي؟ يلا الاتحاد الاخير كولومبيا، الاعضاء الاخيرين لكولومبيا اغلب الناس مشت، الشباب القديمين كلهم مشوا باقي حنا، فالحين دوري كلهم نودع احد بس يلا 1 2 3 كولومبيا يعيش يعيش ما ادري ايش صار الزبدة تجربة الابتعاث قربت تنتهي والصراحة ماني مصدق للحين قديش ان الخمس سنوات او الست سنوات هذه اللي كلها عشتها هنا مرت بسرعة مرة يعني حرفيا اول يوم لي هنا للحين اتذكره بداية من القناة اللي بدت من هنا والتجارب اللي كثير عشناها مع بعض زي مثلا السيارات الخايسة اللي شريتها وكانت عندي كل الفعاليات اللي سويتها مع العيال وانبسطنا فيها كل الاماكن اللي سكنت فيها مع ان دائم كنت اوريكم اياها قديش انها كانت وسخة والاشياء هذه بس كنت قاعد اوريكم كل شيء حقيقي لان ما ودي امثل ولا ودي اطلع بصورة اني مرة رهيب والاشياء هذه فكل شيء كنت تشوفونه مره حقيقي وصراحه مره انبسط لاني ولا مره ترددت اني اصنع ذكريات رهيبه هنا فحاليا رحلتي بعد شوي وحاب اشكركم كلكم على وقفتكم اللي كانت معاي في الفتره هذه كلها فشكرا لكم على الدعم على كل شيء واللي ما تدرون عنه ان الحين مره متحمس لان هذه شابتر كان في حياتي بس والحين برجع عشان ابدا رحله جديده وتجربه جديده لانه ما راح ننقطع لان زي ما قلت لكم هذه مو النهايه هذه بس البدايه فشوفكم على خير اوكي يلا yeah.